ليلة العمر كانت 45 ليلة اجتمعت لتضيء الليل وتعلن ولادة أسر بعرس استثنائي جمع ملامح الفرح والأمل والبهجة بحضور أكثر من 10,000 مواطن جاءوا ليقولوا إنهم يحبون الفرح بقدر حبهم لأرضهم وشعبها وعلى أنغام الزفة النابلسية والدبكة الشعبية الفلسطينية. أعلن انطلاق العرس الجماعي الأول من مدينة نابلس، وهذا بأكد على أنه نابلس بتعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار في ظل الهجمة اللي بتقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. ونبعث رسالة لكل العالم أنه نابلس مصرة على أنها تبقى في أمن وأمان واستقرار وفي تقدم وازدهار. هاي اليوم يوم فرحة ويوم بسمة لكل نابلس. أول شيء بنقول للعرسان بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعناكم على خير إن شاء الله، ويرزقكم الذرية الصالحة إن شاء الله تعالى. بنقول لنابلس إن شاء الله دائما نابلس رغم الحصار رغم اعتداءات المستوطنين، وكل العالم كله سنبقى بإذن الله عز وجل. شعب يحب الحياة، كلنا تفاؤل. مجرد ما شفت الابتسامة وشفنا المنظر الرائع جدا قلت إيه هذا مشروعنا الرابع. طبعا مشروعنا الرابع بعد الكنافة والماراثون ومباراة سياسيين والعرس، إن شاء الله رح نكمل. نابلس عزيزة على قلوبنا، بدنا نبعث رسالة للعالم كمان إنه من مدينة نابلس من محافظة نابلس إنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هذه الفكرة التي كان عرابها السيد مهند الرابي وجمع حوله بعدها عددا من رجالات هذه المدينة وسيداتها الأفاضل الذين أصروا على أن يكون لهذا العرس رسالتين، إحداهما للعالم بأن هذه الفرحة جزء من صمود شعبنا، والأخرى لأهالي فلسطين، كانت نداء بضرورة تخفيف أعباء الزواج على الشباب كي يستطيعوا إكمال نصف دينهم. ما وضعنا أن يكون لم يتزوج سابقا، وأيضا أن يكونوا من العرسان الذين من عرسان ذوي الدخل المحدود، ويقبلوا بشروطنا أن يصمد العريس والعروس، كان هذا شرطنا. دائما كنا نرى عرسان فقط وشباب، هذا ما يميز العرس الفلسطيني الذي ننظم اليوم في نابلس. مبارك للعرسان أول شيء، مبارك لي، مبارك لعروستي، مبارك لأخوي، مبارك لعروسته، مبارك لنابلس كلها، وسعيد كتير مبسوط. ما عملناش حساب كتير، الحمد لله كل شيء ميسر، وشكرا لكم وللمنظمة هالحفل. الحمد لله رب العالمين، والله الحشود كتير كبيرة وبتدعي للسرور، الحمد لله. في أحلى من هيك لحظة يكون عرس جماعي زي هذا، اللمة الفلسطينية، العرس الفلسطيني الجماعي اللي يعبر عن فرحتنا، يعبر عن كل شيء جميل في حياتنا. لكل العرسان والعروسات أكيد هناك تكاليف تم اختصارها في مشاركتنا في مثل هذا اليوم، ويوم كتير حلو ومميز، وعلى فكرة كتير 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 الفرحة حلوة. العرس الأضخم في مدينة نابلس والذي أصر منظموه على أن يكون عرسا تراثيا فلسطينيا بامتياز كان أسطوريا من ناحية أعداد المشاركين في الاحتفال أو حتى التنظيم الذي استغرق أكثر من شهرين لإنجاح هذا اليوم، أملا في تكراره سنويا تخفيفا عن الشباب ورغبة في جلب الفرحة والسرور على محافظات الوطن بأكمله تحذو حذو نابلس. أتمنى من الأهالي من أولياء الأمور أن يتفهموا الوضع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين بشكل عام والذي يمر به شبان هذا اليوم، وأن يخففوا أعباء وتكاليف حفلات الزواج وحفلات الخطوبة وأيضا الذي يترتب على هذه الأمور. كل الذين يريدون أن يحاولوا أن يشكلوا بيوتا جديدة أن يكون لديهم دائما شيء اسمه الاقتصاد والاكتفاء بالقليل لكي لا يبقى لدينا جيش من العاطلين عن الزواج. أنا بأكد لك أنه كل سنة رح نعمل زي هذه الحفلة إن شاء الله، الفرحة لا توصف، فرحة كل نابلس، فرحة مخيمات نابلس، قرى نابلس. اليوم اكتملت الفرحة وبنقاء الأبيض أرسلت رسالة إلى العالم أجمع أننا باقون بحب للحياة وأمل في مستقبل أفضل. أنا المدني، تلفزيون نابلس.